السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من المراجعة النهائية في اللغة الفرنسية. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الجزء الثاني في مراجعة الجرامير. النهاردة هنتكلم عن سؤال صفات الملكية الزاتشكتيف بوسيسيف. طيب إيه هي صفات الملكية؟ صفات الملكية هي ماي، يور، هير، هيز، زير في اللغة الفرنسية تتنطق مو، ما، مي، ton, ta, ti, son, sa, si, notre, notre, nous, votre, votre, vous, leur, leur, leur avocat. ادي صفات الملكية كلها في اللغة الفرنسية. تعال نشوف لو انا المالك، جو معناها انا، وعايز اقول انا بملك هذا الكتاب، الكتاب ده بتاعي، يعني ماي، اقول مون ليفر. يبقى لما اكون انا بملك حاجة مفرد مذكر، مفرد مذكر، احط قبليها كلمة مون طالما انا المالك. مون ليفر معناها كتابي. لكن لو انا بملك حاجة مؤنثة، مثلا كلمة جم يعني استيكة، وعايز اقول الاستيكة دي بتاعتي انا، ماي، بتساوي في فرنساوي كلمة ما جم. يبقى لما يكون المملوك مؤنث وانا المالك بحط قبله كلمة ما. لكن لو أكون أنا بملك حاجة جمع، مثلا كوبان هنا آخرها أس بمعنى الرفقاء، وعايز أقول دول رفقائي بتوعي أنا، يبقى أقول مي كوبان، رفقائي. طيب لو أنت بقى المالك، تو أنت، وعايز أقول إن الكتاب ده بتاعك أنت، يبقى أقول تون ليفغ يعني يور، تون بتساوي يور. طيب عايز أقول الأستيكة دي بتاعتك أنت اللي هي مؤنثة، يبقى أحط قبليها تاع، تاع جم معناها استكتك. طيب عايز اقول الرفقاء دول رفقائك انت بتوعك انت، يبقى اقول تي كوبا، رفقائك. طيب لو المالك عالي مثلا، اللي بيساوي هو بيساوي ال، او يكون منى اللي بتساوي ال تساوي هي، الاتنين يا شباب صفات المكيه بتاعتهم واحده. يعني لما اقول الكتاب ده بتاع علي، يبقى اقول سان ليفر كتابه. طيب الأستيكة دي بتاعت علي، سا جوم أستيكتو، العيال دول رفقاء علي، يبقى سي كوبان، رفقاؤه. طيب عايز أقول إن الأب ده هو أبو منى، يبقى أقول سون بير أبوها. عايز أقول الأم دي أم منى أو أم علي، مش هتفرق، يبقى سا مير أمها. طيب الرفيقات دول أصحاب علي أو أصحاب منى، يبقى سي كوبين، رفقائها أو رفقائه، رفيقاته أو رفيقاته. طيب لو إحنا بقى المالك، نو اللي معناها نحن، أو أون اللي معناها إحنا أو المرأة أو الواحد أو الإنسان. كلمة نو يا شباب بتساوي أون في المعنى، نو تساوي أون في المعنى، وتساويها في أي حاجة تخص نو. يعني أون بتساوي نو في أي حاجة في اللغة الفرنسية ما عدا عند تصريف الأفعال، وهنبقى نشوف ده لما نيجي لسؤال تصريف الأفعال. يعني صفات الملكية بتاعت نو اسمها نوتغ، نوتغ ونو. لما كون احنا بنملك حاجة مفرد مذكر اقول نوتغ ليفغ يعني كتابنا. طب بنملك حاجة مؤنثة اقول نوتغ برضو، نوتغ جم استكتنا. بنملك حاجة جمع اقول نو اخرها اسعي، يبقى نو كوبا، رفقائنا. برضو اه نفس الحكاية، احنا عايز اقول ده ابونا احنا، يبقى نوتغ بير، دي امنا نوتغ مير، دول صحبتنا نو كوبين. طيب لو المالك بقى فو، وفو ليها كذا معنى، فو ممكن تكون معناها انتم او انتن او حضرتك او حضرتك، يعني ممكن استخدمها للجمع، ممكن استخدمها للاحترام. طيب عايز اقول مثلا الكتاب ده بتاعكم، يبقى فوتغ ليفغ، الاستيكة دي بتاعتكم فوتغ جم، العيال دول اصحابكم فو كوبا. طيب عايز اقول مثلا بكلم حد كبير وعايز اقول له يا مسيو هو ده ابو حضرتك، يبقى فوتغ بير. طب الست دي ام حضرتك، فوتغ مير. البنات دول رفقاء حضرتك، فو كوبين. طيب لو المالك بقى ايلافاك اس بمعنى هم، او الافاك اس بمعنى هن، وعايز اقول الكتاب ده بتاعهم، يبقى لور ليفغ، الراجل ده ابوهم، لور بير.
طيب الأستيكا دي بتاعتهم اللي هي مؤنثة برضو لوغ، هي الست دي أمهم لوغ مير. طب للجمع بقى يبقى برضو لور بس حط لها اس، اسمها لور افك اس، لور كوبان رفقائهم، لور كوبين رفيقتهم. طيب قبل ما نحل بس يا شباب، في ملحوظة هنا في صفات الملكية. الملحوظة دي بتقول لي ان الصفات الملكية اللي اسمها ما وتا وسا، ما ينفعش اختار ما وتا وسا لو لقيت بعض النقط اسم بيبدأ بحرف متحرك. هي ما وتا وسا دول صفات المكية بتوع مفرد مؤنث. طب افرض انا لقيت اسم المفرد المؤنث اللي بعد النقط بيبدأ بحرف متحرك، وما بتنتهي بمتحرك، وتا بتنتهي بمتحرك، وسا بتنتهي بمتحرك، قال لي في الحالة دي تبدلها بمو وتون وسون بتوع المذكر، زي ما احنا شايفين في المثال اللي هنا. جو في، انا اذهب à mon école، إلى مدرستي. رغم إن إيكول هنا مفرد مؤنث معناها مدرسة، بس عشان بتبدأ بأو والأو متحرك كان المفروض هنا أحط ما عشان الإيكول مؤنثة، لكن عشان لقيتها بتبدأ متحرك هبدلها بكلمة مو بتاعت المذكر. نفس الحكاية هنا، علي سو يخرج افيك، مع صاحبته أو صديقته سون أمي. رغم إن الصديقة هنا مؤنثة أهي أخيرها أو، لكن عشان بتبدأ بحرف متحرك ما قدرتش هنا أحط ساعة، اضطريت أحط صون بتاعة المذكر. يلا بينا نحل. nous allons، نحن نذهب، avec، مع، نقط، père، père معناها أب، au stade، إلى الاستاد. الجملة بتقول لي نحن نذهب مع أبونا إلى الاستاد. عشان أحل سؤال صفات الملكية صح، لازم الأول أول خطوة بعملها بحدد لنفسي مين هو الملك. الملك هنا هو نو. طيب إيه صفات الملكية بتاعت نو؟ ناطغ، ناطغ، نو. طيب تاني خطوة بعملها طالما حددت في دماغي صفات الملكية بتاعت الفاعل اللي عندي في الجملة، أبتدي بقى أشوف المملوك اللي بعد النقط لقيته كلمة بير بمعنى أب. الأب ده مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع؟ طبعا مفرد مذكر. طيب ايه صفات المكية بتاعت نو؟ نوتغ لمفرد مذكر، نوتغ هي المفرد مؤنث، نو لأي جمع. ده لقيته مفرد مذكر، يبقى الإجابة طبعا نوتغ بمعنى أبونا، نوتغ بير. الجملة التانية، tu vas mettre، أنت راح ترتدي. ضرب mettre هنا بمعنى يرتدي، متصرف في الفوتو بروش. أنت راح ترتدي vest bleu، جاكيتتك الزرقاء. فاست يا شباب بمعنى جاكيت البدلة، هي كلمة مؤنثة. طيب ايه دليلي على انها مؤنثة؟ بص لما اتوصفت اتوصفت بايه؟ كلمة بلو زرقاء فيها قول التأنيث، بلو هنا عرفتني ان الكلمة دي مؤنثة. طيب مين الاول الملك؟ تشو. ايه صفة الملكية بتاع تشو؟ تون وتا وتي. يبقى المملوك هنا فاست اللي هو مؤنث، ده هياخد تون ولا تا؟ طبعا مؤنث، يبقى الإجابة تا. الجملة رقم ثلاثة، إكيب. إكيب معناها فريق، ودي موجودة عندنا في نيتيال بيتكلم عن الرياضة. بريفيري معناها المفضلة، بص آخرها قول التأنيث أهو، يبقى الصفة هنا عرفتني إن الموصوف اللي هو كلمة إكيب بمعنى فريق هي كلمة مؤنثة، حتى لو أنا ناسي هلاقي صفة تفكرني. فبيقول لي فرقتي المفضلة أغانيي، فازت لو ماتش بالمباراة. طيب خلاص عرفت إن فرقتي مؤنثة، يبقى المفروض أحط لها صفة الملكية ما ولا ما؟ المفروض ما. طيب أخد بالي بقى، إيكيب بتبدأ بحرف متحرك، يبقى في الحالة دي مش هينفع أحط الأساسي بتاعها كلمة ما، هضطر أبدلها بمو بتاعت المذكر، مون إيكيب بريفيري، فرقتي المفضلة. جي أكروشي، أنا علقت. فرب أكروشي بمعنى يعلق، متصرفة هنا في زمن الباسي كومبوزي. أنا علقت ساعة الحائط بتاعتي، أغلوج ساعة الحائط، سي لو ميور على الحائط. طيب أغلوج مؤنثة، وكل ما يتعلق بالساعة هو مؤنث، سواء كان ساعة حائط، ساعة يد، كلمة ساعة، كل ده مؤنث، يبقى المفروض أحط ما. بس جيت أحط ما
افتكرت ان اورلوج بتبدأ بعش متحركة، يبقى هضطر ابدل بمو بتاعة المذكر. Les enfants، الاطفال، ont fait، عملوا، هنا فيرب فير برضو في الباسي كومبوزي، واجباتهم. طيب مين الملك؟ Les enfants، الاطفال. الاطفال بيساووا ايه في الضمير؟ بيساووا اي لافاك اس او الافاك اس، يعني معناها اطفال او طفلات. طيب مش هتفرق، لان صفات المكيه بتاعت الافاك اس هي بتاعت الافاك اس. ايه صفات المكيه بتاعتهم؟ حاجه اسمها لوغ لاي مفرد، سواء كان مفرد مذكر او مفرد مؤنث، وحاجه اسمها لور افاك اس لما يكون المملوك جمع. طيب المملوك هنا ايه؟ دوفوار اخرها اس، يعني واجبات كتير، يعني جمع. يبقى ما ينفعش احط لور من غير اس، لازم الاجابه تكون لو افاك اس. رقم 6، كالي ما تكون ناسيوناليتي، يعني الجنسية. كلمة ناسيوناليتي معناها الجنسية. فاصلة مسيو، هنا في سؤال موجه للمسيو. طيب هو المسيو ده هيساوي ايه في الضمائر؟ انت ولا حضرتك؟ طبعا يساوي حضرتك للاحترام، فانا كده بسأل المسيو، بقول له ما هي جنسية حضرتك يا مسيو؟ يبقى ناسيوناليتي دي هو المملوك، مين اللي بيملكها؟ المسيو اللي بيساوي فو للاحترام. طب ايه صفات الملكية بتاعت فو؟ فوتر لأي مفرد وفو لأي جمع. ناسيوناليتي هنا مفرد بمعنى الجنسية، يبقى لازم احط قبليها فوتر، يبقى معناها جنسية حضرتك. نو باسون، نحن نقضي اجازتنا، فاكونس، او بور دو لا مير، على شاطئ البحر. طيب مين المالك؟ نو. ايه صفات الذكية بتاعت نو؟ ناطر لأي مفرد ونو لأي جمع. طيب فاكونس المملوك هنا مفرد ولا جمع؟ لا جمع، اهي اخرها اس بمعنى الاجازات، يبقى لازم احط قبليها صفة المكية بتاعت جمع اللي اسمها نو. تملي صفات الملكية بتاعت الجمع يا شباب لازم يكون اخرها اس. 8، les enfants، الاطفال، ايمون، بيحبوا، جراند بارون، يعني جدودهم. طيب مين الملك؟ les enfants، الاطفال اللي بيساووا اي لافاك اس او الافاك اس. طيب ايه صفات الملكية بتاعتهم؟ لور من غير اس لمفرد ولور افاك اس للجمع. المملوك هنا ايه؟ جمع، يبقى لازم احط قبليهم لور افاك اس. جو برون، انا اخذ، فوتي، سيرفيات معناها الفوطه، على بلاج في الشاطئ. طيب مين المالك؟ انا. ايه صفه المكان بتاعت انا؟ مو او ما او مي. طيب المملوك اللي بعد النقط اللي هو كلمه الفوطه، سيرفيات، تاخد مو ولا ما؟ سيرفيات اخرها ات ودي نهاية مؤنث، يبقى لازم الإجابة قبليها تكون ما بتاعة المؤنث. مها، مها هنا وراها علامة التعجب، يبقى أنا كده بندع عليها. يا مها، جو بو، أنا أستطيع، بغندغ، أخذ، مونتو، البلطو بتاعك. طيب مين المالك هنا؟ مين صاحب البلطو؟ مها. بس مها هنا انا بنده عليها، يبقى في الحاله دي مها بتساوي انت او انتي. بقول لها انت يا مها، انا اقدر اخد البلطو بتاعك؟ طيب يبقى عرفت ان المالك هو بيساوي تو بمعنى انتي. ايه صفه المكان بتاع تو؟ تون او تا او تي. طيب البلطو ده احط قبله تون ولا تا ولا تي؟ ما ينفعش تي لانه مش جمع. طيب مونتو بمعنى البلطو مذكر ولا مؤنث؟ هل هي اخرها ايه؟ لا. هل هي اخرها ايون؟ لا، يبقى وش كده هي مذكر. وكمان اخرها او، قلنا اي كلمه اخرها او او اللي بيتنطقوا او، يبقى ده كلمه مذكر، يبقى حط قبلها تون بتاعه المذكر. 11، اكري موا، اكتب لي. اكري معناها اكتب، موا معناها ليا. اكتب لي رقمك، نوميرو معناها رقم، دو تليفون بتاع التليفون. انا بكلم واحد بقول له انت اكتب لي رقمك. طيب انت دي ايه صفات المكان بتاعتها؟ تو وتا وتي. طيب المملوك اللي هو كلمة رقم، نوميرو،
مفيش اخرها ا ومفيش اخرها ايون، يبقى هي مذكر، يبقى تاخد تون بتاعت المذكر. 12 ايكول مدرسة اللي هي مؤنثة، اتغي اجريابل تكون رائعة. خلاص شفنا دي قبل كده وقلنا انها مؤنثة، فكان المفروض احط قبليها ما بتاعت المؤنث عشان اقول مدرستي، لكن لقيت بتبدأ بحرف متحرك هضطر ابدلها مو بتاعت المذكر. لافي البنت، في بتعمل للي السرير، افون دو قبل ان كيتي تترك غرفتها شامبر. طيب مين صاحبة الغرفة؟ لافي اللي بتساوي ال. ايه صفة المكيه بتاعت ال؟ سون او سا او سي. طيب المملوك ياخد سون ولا سا ولا سي؟ المملوك هنا شامبر غرفة، ودي كلمة مؤنثة، يبقى الإجابة قبلها سا بتاعت المؤنث. مسيو جون بار يغادر en vacances في أجازة avec مع أطفاله enfants. مين المالك؟ مسيو جون. مسيو جون بيساوي إيه في الضمير؟ بيساوي هو، هنا مش بيساوي فو، مش بيساوي للاحترام لأني مش بندع عليه. ده حد بيحكي لي بيقول لي إن مسيو جون اللي هو مفرد مذكر يعني بيساوي هو، يغادر في أجازات مع أطفاله. يبقى مسيو جون بيساوي إل. إيه صفة المكية بتاعت إل؟ سون أو سا أو سي. طيب المملوك هنا اللي هو كلمة أنفون، هياخد سون ولا سا ولا سي؟ هو هنا في آخره أس يعني جمع، يبقى لازم أحط قبليه سي بتاعت الجمع. ليز إليف التلاميذ، إيمون بيحبوا مدرستهم إيكول. طيب مين الملك؟ ليز إليف. التلاميذ أو التلميذات يعني بتساوي إلافاك أس أو ألافاك أس. طب إيه صفات الملكية بتاعت إلافاك أس وألافاك أس؟ يا إما لور من غير أس، يا إما لور أفاك أس. المملوك هنا مدرسة مفرد، يبقى تاخد لور من غير أس. يا مسيو، هنا بند على المسيو طالما وراه فاصلة أو علامة تعجب. يا مسيو مونتغي موا، وريني. فيرب مونتغي معناه يبين أو يوري أو يوضح. وريني الباسبور بتاع حضرتك. طيب مين المالك؟ مين صاحب الباسبور؟ المسيو. طب المسيو لما انده عليه هيساوي هو ولا يساوي حضرته؟ طبعا هنا يساوي حضرتك، هنا يساوي فو للاحترام لاني بنده عليه. يا مسيو وريني باسبور حضرتك، يبقى الإجابة فوتغ باسبور. دوني موا اعطوني، هنا فيرب دوني متصرف في صيغة الأمر، آخر أو زد أهو عرفني إن أنا بنده على ناس كتير. دوني موا اعطوني كراساتكم. طيب يبقى أنا بكلم مين؟ بكلم ناس كتير، بقول لهم ادوني كراساتكم، انتوا ادوني كراساتكم. يعني ايه انتو؟ يعني فو. ايه صفة المكية بتاعت فو؟ فوتر المفرد وفو للجمع. المملوك هنا كايي اخرها اس جمع، يبقى لازم احط قبليها كلمة فو. طيب هنا في نقط بعديها كلمة فيس. فيس معناها ابن او ابناء، اي مفرد اخره اس لما اجي اجمعه بسيبه زي ما هو. طيب كنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا لما تلاقي اسم بعض النقط ما انتش عارف هو مفرد ولا جمع، بص لتصريف الفعل اللي وراه هيعرفك. لقيت هنا ايه يكون. كلمة ايه هو تصريف لفعل اترف المضارع قدام ال او ال. يبقى فيس هنا هو المملوك اللي بعد النقط طلع مفرد بدليل تصريف الفعل اللي وراه كلمة ايه. يبقى اقول مون فيس ابني ولا مي فيس ابنائي؟ طبعا الاجابة مون. صوفيا لورين ده اسم ممثلة مشهورة، ايه تكون ممثلتي المفضلة، اكتريس معناها ممثلة. طيب يبقى صوفيا لورين ممثلتي المفضلة، اكتريس ده مؤنث، يبقى احط قبليها المفروض ما. جيت احط ما افتكرت ان اكتريس بتبدأ بحرف متحرك فمش هينفع ما، هضطر ابدلها بمو بتاعت المذكر. كالي opinion، opinion معناها رأي. طيب كلمة opinion بسأل واحد بقول له ما هو رأيك؟ opinion أصلا مؤنث
عشان اخرها ايو، فالمفروض لما اقول رأيك احط تا، بس برضو اخد بالي بتبدأ بحرف متحرك، يبقى مش هينفع تا، هضطر ابدلها بطون بتاعة المذكر. طيب السؤال رقم 21 من اصعب الانواع اللي ممكن تشوفها في سؤال صفات الملكية. La voiture، السيارة، ايه علوي تكون اليه، يعني بتاعته هو، لوي ده ضمير التوكيد بتاع il، بتاع هو، يبقى مين صاحب السيارة؟ هو il او لوي. ايه صفات المكان بتاعت il او لوي؟ يا اما son، يا اما sa، يا اما سي. طيب المملوك هنا مين؟ السيارة. السيارة دي مذكر ولا مؤنث؟ اخرها ur، اي حاجة اخرها ur تبقى مؤنث، يبقى تاخد كلمة sa. يبقى الجملة تاني، La voiture est à lui، السيارة تكون إليه، بتاعته هو، فهو رد علي قال لي أيوة نعم إنها سيارته، sa voiture، الإجابة sa. الجملة رقم 22 هي هي، La voiture est à lui، هي السيارة دي إليه، بتاعته هو، بس هنا لما جه يرد علي قال لي نو، لأ، ما قالش وي زي الجملة اللي فاتت، هنا بيقول لي لأ دي مش عربيته هو، إنها عربيتي أنا، ما فواتير. يبقى الرد على السؤال فرق معايا، في رقم 21 كان قال لي نعم، فساعتها اخترت سا فواتير، سيارته، لكن هنا بيقول لي نو، لأ، ففي الحالة دي مش هينفع اختار سا، هروح اختار حاجة تانية، اختار ما، ما فواتير، سيارتي أنا. سي لو فيس دو مدام هدى، انه الابن بتاع مدام هدى، هو ده ابن مدام هدى؟ فرد علي قال لي ايوه نعم انه ابنها. مين صاحبة الابن؟ مدام هدى. طيب مدام هدى دي بتساوي ايه في الضمائر؟ بتساوي هي، ال. ايه صفات المكان بتاعت ال؟ سون او سا او سي. المملوك هنا مين؟ فيس، الابن، يبقى ياخد سون ولا سا؟ طبعا الاجابة صح. هتقولي طب مسيو ما انت قلت ان فيس ممكن تكون جمع. اه بس انت عارف في الجملة ان هنا ابن بمعنى لو فيس، هنا ابن واحد مش ابناء كتير، يعني هنا المملوك طلع مفرد مش جمع، ما قالش سو سون لي فيس، قال لي سي لو فيس، طالما في لو يبقى فيس هنا مفرد، لكن لو كان في لي يبقى فيس هنا هتبقى جمع. Je joue، أنا بلعب، avec les voisins، مع الجيران، de، بتوع، de هنا حرف جر للملكية، الحي بتاعي، كارتيه معناه الحي. مين المالك؟ je، أنا. إيه صفات المكية بتاعت أنا؟ mon أو ما أو مي. طب لما أقول الحي بتاعي كارتيه اللي آخرها إيه، أي حاجة آخرها إيه تبقى مذكر، يبقى أحط لها بتاعت المذكر كلمة مون. Nous aimons، نحن نحب، بروف، مدرسنا. بروف هنا اختصار لكلمة بروفيسور، بس مكتوبة في المختصر كلمة بروف، بس حطت لها اس، يبقى مدرسين كتير مش مدرس واحد، يعني المملوك هنا جمع. طب مين المالك؟ نو، احنا. ايه صفة المكان بتاعت نو؟ نطر لأي مفرد ونو لأي جمع، المملوك هنا جمع، يبقى الإجابة نو. طيب. هنا في نقط وبعديها كلمة كامراد. كامراد معناها زميل أو زميلة، دي من الكلمات اللي مفرد مذكرة زي مفرد مؤنثة عشان آخرها. طيب أنا دلوقتي محتار، المملوك اللي بعد النقط ده كلمة كامراد هو مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ قلنا إيه المرة اللي فاتت؟ كمل قراية لغاية ما تخبط في صفة تعرفك، كلمة جونتي، ظريفة، مقالش جونتي، ظريف. يبقى الصفة هنا عرفتني ان المملوك اللي بعد النقط هو مؤنث، يبقى لازم ياخد ما بتاعة المؤنث. ما كامراد، زميلتي، اتغي جونتي، ظريفة جدا. كالي، ما يكون، نوفال ادغس، عنوانك الجديد، ادغس معناها عنوان، ونوفال معناها الجديدة. طيب كلمة ادغس الأخيرة أس، أ، اتنين أس أ، تبقى مؤنثة،
يبقى تاخد صفات الملكية بتاعة المؤنث. طيب في الجملة اللي وراها بقى قال لي ما هو عنوانك، وشال كلمة الجديد نوفل. طيب المبلوك هنا كلمة أدغاس على طول محطوطة بعد النقط، وأنا خلاص عرفت في الجملة اللي فاتت إن هي مؤنثة، فالمفروض كنت أحط تا. هنا في الجملة اللي فاتت حطيت تا عشان كان في كلمة نوفل، لكن هنا شال كلمة نوفل، أصبح المملوك جاي ورا النقط على طول وطلع بيبدأ متحرك، فهضطر أبدل تا بتاعة المؤنث بكلمة تون بتاعة المذكر. سي كوا، إنه ماذا؟ تون ديغويزمون، تنكرك. المملوك هنا آخره مون، وأي حاجة آخرها مون تبقى مذكر، يبقى تاخد تون بتاعة المذكر. لا بوكس، الملاكمة. اي تكون رياضتي المفضلة، سبور بريفيري. طيب الملاكمة اللي مكتوبة في بداية الجملة هي مؤنثة بدليل انه حاطط لا، ماليش دعوة، انا ببص على المملوك اللي بعد النقط. هنا بعد النقط كلمة سبور، هي كلمة سبور دي مذكر ولا مؤنث؟ هي مذكر في اللغة الفرنسية، يبقى احط قبليها ما ولا ما؟ لازم احط ما بتاعة المذكر. كده تنتهي حلقتنا، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية مع سؤال أدوات التجزئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.